من كان يصدق أن سيف بن زيزن سيسترد ملكه بعد أن خذله قيصر الروم؟ بل وبعد أن خذله كسرى أيضا، وكيف أعانه بعد ذلك بجيش من الفرس؟ أخبرني بعض تجار اليمن بما كان بينه وبين كسرى، لقد أعمل له الحيلة واستدرج كسرى حتى رضي أن يمده بجيش. علي بالخبر. عندما دخل على كسرى قال له: أيها الملك، غلبتنا على بلادنا الأحباش، وقد جئتك لتنصرني ويكون لك ملك بلادي. أنزل عن ملك اليمن لكسرى؟ فيما إذن كان استنصاره لهذا وذاك من ملوك الأرض. ويا ليت كسرى قبل ملك اليمن. لم يقبل؟ قال كسرى لسيف: إن بلادك بعيدة وخيرها قليل، وما كنت لأورط جيشا من فارس في بلاد العرب دون طائل. ثم صرفه وأمر له ب10,000 درهم. فلما خرج سيف من عند كسرى راح ينثرها على الناس. 10,000 درهم؟ وبلغ ذلك كسرى فقال: إن لهذا الرجل شأنا، ودعاه إليه. فلما دخل سيف عليه قال له: أيها الرجل، لما نثرت المال الذي أعطيتك إياه على الناس؟ فقال سيف: أيها الملك، ما حاجتي إلى 10,000 من الدراهم وجبال بلادي ذهب وفضة؟ جبال اليمن ذهب وفضة؟ ذلك ما قاله سيف لكسرى. قد مكر به ليسيل لعابه. وبعد؟ ما إن سمع كسرى قول سيف حتى دعا وزراءه وعرض عليهم الأمر، فأشاروا عليه بأن يرسل مع سيف بجيش من سجناء الفرس الذين كان يزمع كسرى قتلهم. كيف والسجناء أعداء كسرى؟ وإعطاؤه إياهم السلاح خطر عليه؟ قال الوزراء لكسرى: لئن أرسلتهم مع سيف فهلكوا كان ذلك عين ما أردت، وإن ظفروا كان ملكا ازددت. لله ما أحكمهم. أكلما جئت بصنم لهبل حطمته؟ أما ترعوي؟ أما تخشى أن ينزل بك نقمة ولعنة؟ ملعون هو وملعونة أنت يا تابعة الشيطان. أما نهيتك عن جلب هذا الرجس إلى داري؟ أتسبني يا زيد؟ أتسب صفية بنت الحضرمي؟ بل أود أن أحطم رأسك كما حطمت هذا الصنم. إياك أن تمد إلي يدا. والله ما يمنعني من قتلك إلا أن يقال إن زيد بن عمرو قتل امرأة. يا للشهامة والفتوة، ليتك تبدي بعض هذه الفتوة حين تواجه أخاك الخطاب. تلمحين بوعيد يا امرأة. لطالما تصبرت آملة أن ترجع عن غيك وتفيئ من صبوتك، لكن الأيام تمضي فلا تزداد إلا ضلالة. أينا الضال يا امرأة؟ أنا الذي أؤمن بالله خالق السماء والأرض، أم أنت عابدة الحجارة؟ إن كانت الحجارة قداسة كما تدعين، فلما لا تعبدين جدران الدار؟ إنها من أحجار كهبل وغيره من الأصنام. أراك مصرا على صبوتك وإعراضك عن آلهتنا. أنت وما تشاء، ولكن دعني وما أعبد. لن يعبد في داري غير الله. واه لك يا صفية، يا لمصيبتك في زوجي، يا لخيبتك من دون النساء. رزقت بصبي لا هم له سوى تنغيص عيشك. أكلما نهيتك عن ضلالك وكفرك نحت وولولت؟ إياك إياك أن تذكر الأصنام في داري. هيا هيا طهير الدار من هذا الرجس، وألق بحطام صنمك خارج الدار. لو وجدت صنما آخر حين أرجع ألحقتك بأهلك. هون عليك أبا سعيد، فما آمن أحد بمثل ما آمنت به إلا لقي من قومه ما تلقى. ما عدت أطيق عشرة هذه المرأة، لقد حولت داري إلى وكر للشيطان ومبات للضلال، ولا تستحي أن تغري بي الخطاب كلما حطمت لها صنما. ما أحسبها ستفعل ذلك ثانية
وقد توعدتها بالطلاق؟ لن يبدد الضيق الذي يملأ صدرك إلا الطواف بالكعبة. أجل يا أخي، أريد أن أطوف بها وأتعلق بأسرها وأجأر بالشكوى إلى الله وأسأله أن يكشف عني هذه الغمة. لولا وجع في قدمي لصاحبتك، فلي أيام لم أطوف بها. أنا سأذهب معه. لك زوجة أخرى غير حنتمة بنت أخي هشام؟ دع المزاح الآن يا أبا حذيفة. ماذا دهاك؟ من المرأة؟ زوج أخي زيد. وما شأنه؟ عاد زيد إلى فعاله القديمة، يحطم أصنام الآلهة التي نعبدها ويسفه أحلامنا، ويتوعد زوجته بأن يسرحها إن لم ترضخ لحمقه وضلاله. لا تشغل بالك بهذا الأمر، فليس أخوك زيد بالأحمق الوحيد في مكة. قد آن لي أن أرجع إلى داري. ألا نجلس كي نتحدث في أمر التجارة؟ فلنرجئه إلى الغد؟ إلى الغد إذن يا أبا حذيفة. اللهم إني جئت بيتك الحرام لا إذن بركنك الذي لا يرام، أوحدك وأشهد أن لا إله سواك، وأشهدك بأني على دين خليلك إبراهيم. سبحانك سبحانك، أنت وحدك الخالق المعبود، أعوذ بك من السفه والشرك والضلالة، لا شريك لك، لا شريك لك. الخطاب ألم؟ ماذا لكم أبي؟ ماذا تريدان في البيت الحرام؟ وهل رأيت للبيت حرمة يا صابع؟ ألم؟ اتركني ألم؟ دعوني اتركني. طالما نهيتك فلم تنتهي، فما أكثر ما حذرتك من عواقب صبوتك وتسفيهك أحلام قومك فلم تعبأ. واللاتي لن تجد عندي بعد اليوم إلا ما وجدته الساعة أنت وهذا الضال. ما لكم به؟ لما أذيتموني؟ أنا لم أصبع يا قوم، أنا نصراني. والذي يحلف به ما أفسد ابن أخي إلا صحبتك. اللهم إني قد أذيت في بيتك الحرام. قد صار عليك حراما بعد اليوم. أتحرم علي دخول بيت الله؟ وحق هبل الذي كلما رأيت له صنما حطمته لأوذينك إن رأيتك تدخل البيت الحرام. صفية إذن هي التي أغرتك بي. أجل، ولئن آذيتها أو صرحتها لأقتلنك. هيا. قد رجع سيد بني هاشم وصحبه. أجل، وقد خلت دار الندوة من سادة قريش إلانا، الجميع راحوا يسلمون عليه وعلى جليسه. لا أشك أنه مشتاق إلى منادمتك شوقك إلى مجلسي. إلي بأبي سفيان. هانذا يا أبي. سق 100 ناقة إلى اليهودية عزار. عزار؟
أهي؟ نعم نعم، إنها دية أذينة. كنت موقنا انك ستفير الى الحق يوما يا اشد قريش عنادا. وانا كنت موقنا انك لن تتركني حتى ابعث بدية اليهودي. هل أم بنا الى مجلسنا؟ سبحانك اللهم سبحانك اللهم اللهم إنك تعلم أنني قد أذيت في سبيلك حبا فيك ورغبة في الدين الذي ترضاه لعبادك وبغضا للشرك والأوثان، فألهمني الصواب فقد تكاثف الضلال واستشرى الغي وما عدت أدري ما السبيل إلى رضاك. يا ابن عمرو زيد ورقة هلام مكثك في الغار والقيظ يكتم الأنفاس. خير من عيش في دار تدنسها الأوثان أو مكف بين مشركين لا يتورعون أن يزهقوا أرواح من يشهد بأن الله واحد لا شريك له. هل جلست؟ ما تركت داري وتجشمت القدوم وصعود الجبل في هذا الهجير لأجلس هنا. كأني بك قد قدمت لترجع بي إلى مكة، بل لأنصح لك بالخروج إلى الشام أو أي أرض غيرها لتأمن على نفسك من أذى الخطاب، وقد جئتك بما يعينك على الرحيل. أمسك عليك مالك، فما بي حاجة إلي. أعلم أن عندك أضعاف ما عندي، لكني أخاف عليك من الذهاب إلى دارك، فقد يكون هناك من يتربصون بك. والله لن أبرح مكة إلا بعد أن أشهد الموسم وأحج. تحج وقد علمت ما يريده بك الخطاب؟ لقد حرم عليك دخول بيت الله. حرمه هو وأحله الله ورب الكعبة، لن أطيع غير الله. أما أنا فلن أمكث بمكة إلا قدر ما تلتئم جراحي وأقوى على السفر. ما عجز قومك عن حمايتك يا ابن العم، فليس بنو أسد دون بني عدي بأسا. ما كنت لأقيم في دار هوان يعجز فيها قومي عن حمايتي. ما عجز قومك عن حمايتك يا ابن العم، فليس بنو أسد دون بني عدي بأسا. فما؟ ما سكتنا على فعلة الخطاب إلا انتظارا لعودة عبد المطلب ورؤساء القوم من اليمن، وها قد رجعوا وسوف نحتكم إليهم. أيهان بن الحويرث في مكة، هيضرب ويراق دمه بمشهد من قومه؟ لسوف نأخذ لك حقك من الخطاب بن نفيل. ها حقي 20 بعيراً 50 أو حتى 100؟ لا يشفي ما في نفسي ولو غرم 1000 بعير. سيظل الناس يتناقلون خبر إهانته لي وجره إياي من قدمي في شعاب مكة. فما يشفي ما بنفسك من الخطاب؟ أن يفعل به مثلما فعل بي. ها؟ ومن يقدر أن يفعل به ذلك؟ من يا ابن الحويرث؟
لسوف أفعل به ذلك يوما بعد أو قرب. أنت؟ نعم، فلا تحكم عبد المطلب فيما شجر بيننا. أجننت يا عثمان؟ أتريدها حربا بين أسد وعدي؟ كلا فاطمئن، ستغدر به إذن؟ ولا هذه أيضا يا ابن العم، سيكون انتقامي منه جهارا، ولسوف أخبره بما سيناله مني قبل أن أبطش به. أما قومه فلسوف يخنسون ولا يجسرون على أن يسلوا سيفا. كيف بالله؟ ستعلم الجواب يوما آمل ألا يطول انتظاره. أي طرف وأي نعيم، كأن القصر قصر كسرى الفرس أو قيصر الروم، رياش ما رأيت لها مثيلة، بذخ يفوق القدرة على الوصف. وابن جدعان هو الذي يقول هذا، كأنه لا يملك أضعاف ما عند ابن ذي يزن. كنت أحسب هذا حتى رأيت ابن ذي يزن وهو ينثر الذهب والجوهر على مهنئيه. هو فعل ذلك؟ لو شهدتما ما شهدنا في قصر غمدان لهالكما طرف الملك وسلطان الملك. أبقي له شيء منه والفرس في أرض اليمن؟ يكفيه أنه قد استراح من قتلة أبيه الأحباش وورث عرش اليمن وأموالها. والفرس يغدق المال عليهم ويرسل الهدايا الثمينة إلى كسرى، فلا يراجعه أحد منهم في أي أمر يبرمه. إنه لداهية قريب يعرف كيف يسوسهم، ولد ليكون ملكا. صدقت يا أبا قحافة. كيف كان استقباله لوفد قريش؟ أوه، أحسن استقبالنا وأكرم وفادتنا. هائن دخلنا عليه حتى انبرى عبد المطلب قائلا: أيها الملك، إن الله أحلك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا. نسيت بقية الحديث. إن شئتم أكملته لكم. كلا كلا، إنما يعنيني أن أعلم بما كان من الملك. خبره يا ابن أبي السلط. سأل ابن ذي يزن عبد المطلب عن اسمه، فقال: أنا عبد المطلب بن هاشم. قال الملك: ابن أختنا؟ قال: نعم. فقال: مرحبا وأهلا، لكم الكرامة ما أقمتم أو ظعنتم. ثم أمر بنا فأدخلنا دار التكريم فأقمنا في ضيافته شهرا، ثم أرسل إلينا، فلما دخلنا عليه أجزل لنا العطاء وخص عبد المطلب بعشرة أضعاف ما أعطاه للواحد منا. خصه بعشرة أضعاف؟ سيدي، جاءت جارية سيدي أبي قحافة تحمل إليه بشرى. أية بشرى؟ تقول: بينما زوجة سيدي تطوف بالكعبة جاءها المخاض عند باب الكعبة. وهل حملت إلى الدار؟ أجل يا سيدي، ولكن بعد أن وضعت حملها. عند باب الكعبة؟ أجل يا سيدي. مرحى مرحى، أمام باب هبل. وماذا وضعت؟ ذكرا يا سيدي. ذكرا؟ بورك لك فيه يا أبا قحافة. ليته يعيش، ليته يعيش حتى يبلغ مبلغ الرجال. هذا قول رجل يبشر بغلام ولد في بقعة مباركة. يا أمية، كم ولد لي من ذكر ولكنه ما لبث أن مات. آمن يا ابن العم، وانفض عنك تشاؤمك وتذكر نذرك، فقد نذرت أن تسمي مولودك عبد الكعبة، وها هو قد ولد على باب الكعبة، فأوفي بنذرك ليحفظه رب الكعبة. لقد سميته عبد الكعبة. فاختر له كنية. لئن عاش كان أول من بكر في الحياة من أبنائي، لذا اخترت أن تكون كنيته أبا بكر. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. نور
الغلمان فليبث التمر والزبيب في ماء زمزم للطائفين ولينحروا الذبائح لإطعامه. لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريك هو لك، إلا شريك هو لك. يا قوم يا قوم، هذه تلبية شرك وضلالة، ما هكذا يلبي إبراهيم؟ فليس لله شريك، ليس 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 لله شريك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ضربه ثانية وتركه على صخر الجبل وجراحه تنزف. ولما بلغت مكانه في المساء وجدته محموما ووجدت جراحه تقيحت. تبا للخطاب وعصبتي، كيف طاوعه قلبه أن يفعل ذلك بأخيه؟ الشرك يورث فظاظة في القلب وجلافة في الطبع. وسفاه على زيد، لا يجد أمانا حتى في داره. كيف نأمن عليه زوجته وهو على هذه الحال من المرض والضعف؟ إنه ليس في داره. فأي؟ في الغار. ماذا؟ في الغار؟ وهو مريض محموم جريح وليس معه أحد يرعاه؟ أردت أن أحمله لداري فأبى وأصر، فرضخت لمشيئته. أسأل الرب أن يعينك يا زيد. أخاف أن يكون الخطاب والسفهاء أعوانه قد رأوك وأنت قادم إلى الغار فيؤذونك. كلا، فقد كانوا يسمرون في مجلس بني عدي عند الحرم عندما خرجت إليك. حمدا للرب، لقد فارقتك الحمى. لكن بي ما هو أشد من الحمى، ما من عظمة في جسدي إلا وتؤلمني. أخطأت بإبائك الذهاب إلى دار ورقة، مثلك يحتاج إلى فراش وثير وإلى من يعنى به. عناية الله خير يا عثمان. بلغني أنك كنت تنتظر انقضاء الموسم لترحل عن مكة، وها قد انقضى، فمتى ترحل؟ حين أعافى مما أصابني وأصبح قادرا على السفر. برغم أن جراحك مؤلمة إلا أنها ليست خطيرة، وسوف تعافى بعد أيام قليلة، وسوف أرحل معك. أنت أيضا؟ أجل، فلست مستطيعا البقاء بمكة بعدما لحقني من مهانة. صحبتك ستهون علي مشقة فراق البلد والولد يا عثمان. سوف أصطحبك إلى حيث نجد الراحة بعد العناء، والأمن بعد الخوف، والعز بعد الذل. أين كل ذلك؟ عند قيصر الروم. قيصر الروم؟ سنذهب ونشكو إليه إذاء قريش للنصارى أمثالي، ومن هم على دين إبراهيم أمثالك. ليس كل النصارى ومن على دين إبراهيم يؤذون في مكة، إنما أنا وأنت، وما أذاك الخطاب إلا لصحبتي لك. وهل ما أصابنا مما يسكت عليه ويغتفر؟
لسوف أغري القيصر بعبدة الأصنام وأسأله أن يبعث معي، أعني معنا، بجيش من جند الروم، نغزو به مكة ونحطم أصنام قريش وننصر دين المسيح ودين إبراهيم، وقد ينصبنا ملكين على مكة والطائف. ماذا أسمع؟ هذا ما تريد الخروج له؟ لن يغسل ما لحقني من مهانة ويشفي غليلي إلى الرجوع إلى مكة وقد أتيت عليها سلطانا. ويحك يا عثمان، أجننت؟ الروم والفرس يتنافسون على خطب ود العرب، لذلك أعان الفرس ابن ذي يزن فهو يملك اليمن بسلطان منهم، والنعمان بن المنذر يملك الحيرة بسلطان من كسرى، والغساسنة يملكون الشام ويحكمونه بسلطان من قيصر الروم، ولسوف يرحب قيصر بمشورتنا وتدبيرنا ويعيننا على أن نملك الحجاز بسلطان منه. لست عثمان الذي عهدته وخرجت معه لنبحث عن الدين الحق لنعبد الله به. وهل من ضير أن يكون الإنسان ملكا ويعبد الله؟ تدبر ما أعرضه عليك، سنعود إلى مكة أحرارا نعبد الله كيف نشاء. أبشر من الآن بخيبة مسعاك. ماذا؟ إن مكة بلد لقاح لا تدين لدين الملوك، ولم يؤدي أهلها إتاوة لملك ولا ملكها ملك، وأهلها يغزون الناس ولا يغزون، ويسبون ولا يسبون. أسمعت بقرشي أسر واستعبد، أو بقرشية سبيت واستذلت؟ جاءها تبع غازيا متجبرا فانصرف عنها معظما تائبا، وجاءها أبرهة ليدمرها فدمره الله واستأصل شأفته. إذن سأذهب إلى قيصر وحدي. أتمرد على ملككم؟ أخلعتم طاعتي واستهنتم بمخالفتي؟ لا تتكلم، فإني أكره سماع صوت الخيانة. مولاي استمع إلي فلعله يقول ما يرضيك. لن أقبل عذرا أو تبريرا لهذه المؤامرة. لقد جاءوا يا مولاي يرجونك أن تحارب الفرس، رجاء لا أكثر. بل مؤامرة أيها الأب الأعظم، مؤامرة كي أضطر إلى محاربة الفرس بدعوى نصرة المسيحية والصليب، فإذا ما رفضت خرجوا إلى الناس وقالوا النجاشي أبى أن ينصر الصليب فيتمرد الدهماء وتكون الفتنة. أكره أن أخالف مولاي فيما وصل إليه، فلست أرى دافعا لقدوم هؤلاء السادة إلا الحمية لدين المسيح. الحمية لدين المسيح ستار يختفي وراءه رأس المؤامرة. رأس المؤامرة يا مولاي؟ وأنا أعرفه. سأصفح عنكم هذه المرة، فلعلكم كما قال الأب الأعظم تورطتم في هذه المؤامرة بدافع من حميتكم للنصرانية. واعلموا أنني لن أحارب الفرس لأننا دونهم قوة، أما الذي حرضكم فسوف أنزل به عقابي. أين كبير الحراس؟ اضربوا حراسة على قصر أخي الأمير نختر ولا تدعوه يخرج منه، فقد حكمنا عليه بالسجن في قصره مدى الحياة.
أخرك عن مجلسنا أمس. أكنت تبحث عن أخيك زيد؟ كلا، فقد رحل عن مكة وأراحنا من حمقه. فما؟ قد وضعت حنتمة بالأمس. حنتمة وضعت؟ وضعت لي غلاما أسميته عمر. بورك لك فيه، ولكن لما لم تخبرني بذلك ليلة أمس؟ أولست عم زوجتك؟ كرهت أن أوقظك في هجعة الليل، وشغلت بالوالدة والوليد. عمتم صباحا. عمت صباحا يا أبا الحكم عمرو. بلغني أن ابنة عمي وضعت غلاما بالأمس فجئتك مهنئا. بورك فيك يا أبا الحكم. قد بلغ ابن أخي الخبر قبل أن يبلغني. أين كنت مختفيا طوال الأيام الماضية؟ في حانة الرومية يا عمه. تبا لك من ماجن يا ابن أخي، أما تستحي أن تذكر هذا أمام صهرنا؟ وهل خفي عليه من أمري شيء؟ ما أكثر ما التقيت وإياه في الحانة. صحيح ويحك. مما تخشى؟ سوء السمعة؟ الكبار ينهوننا عن شرب الخمر ويعقرونها هم، بل وينشئون لشدة غرامهم بها القصائد الطوال. حتى القصائد السبع المعلقة على جدار الكعبة تذخر بامتداح الخمر، فمما أستحي من شربها. ما ينبغي أن تردد مثل هذا الحديث علانية، فالناس يتلقفون الكلمة ويجعلونها عشرا ومئة. لأن استل الناس ألسنتهم من غمض الصمت فإن لساني يفوقها حدة. إنما أنهاك عن التحدث عن الخطاب بمثل هذا. ليطب نفسا، فلن أحدث أحدا عنه، ولن يرى أحدنا الآخر بعد الآن في حانة الرومي. لا أصدق أنك قد أقلعت عن شرب الخمر يا أبا الحكم. أقلت إني سأقلع عن شربها؟ فماذا قلت؟ وجدت حانة أفضل من حانة الرومي. أية حانة؟ حانة كاعب، حيث الخمر معتقة والفتيات ملاح وضراط. إن شئت استحضتك إلى حانة كاعب، واطمئن لن أخبر ابنة عمي. قد أذن لك قيصر العظيم بالمثول بين يديه. العربي القادم من مكة عثمان بن الحويرث. انهض يا عربي. أنت عربي من مكة؟ أجل أيها القيصر العظيم، أرى على صدرك صليبا. قد اعتنقت النصرانية منذ زمن يا مولاي. قد كان لنا من العرب نديم وجليس صاحبنا زمنا ثم مات، هو امرؤ القيس، وكان من أبناء الملوك وكان شاعرا، فهل أنت مثله؟ كلا أيها القيصر العظيم، ولكني من سادة قومي في مكة، ولما دخلت في النصرانية لقيت من الاضطهاد والأذى ما لا يحتمله الجلد الصبور، فيممت وجهي شطر جلالتكم، فجلالتكم أعز ملوك النصرانية وحامي دين المسيح، وقد جئت مولاي القيصر بهدايا أعلم أنها مهما بلغت من النفاسة فإنها دون قدر مولاي القيصر بكثير. عندكم في مكة ما يليق إهداؤه إلى الملوك؟ إنها طرف من فارس واليمن، وعطور ثمينة، وعقود لؤلؤ، ونوافج مسك وعمر. قد قبلنا هديتك يا ابن الحويرث. ما أسعدني بقبول مولاي قيصر العظيم لهديتي المتواضعة. أنت ضيفي ما بقيت في أرض الروم، فاجلس وحدثني عما قدمت حقيقة من أجله. ما أحسبك دأبت على طلب الإذن لك بالدخول علي أياما وجئت بهديتك النفيسة لكي أبسط عليك حمايتي فحسب، فالأمان مكفول لكل نصراني بأرض الروم دون أن يلجأ إلى قيصر. قد أدرك مولاي قيصر العظيم بنافذ بصيرته ما في قرارة نفسي. اجلس وخبرني بما تريد.
يعلم مولاي القيصر العظيم أن لمكة دون سائر البلدان مكانة لدى العرب لا تدانيها مكانة، ذلك أن بها الكعبة التي بناها نبي الله إبراهيم. أجل، ولولا تلك الكعبة ما حال دون اجتياح النصرانية بلاد العرب حائل. هو ذاك يا مولاي، فالعرب في كل بقعة من بقاع الأرض يقدسونها ويحجون إليها، في الحيرة، في اليمن، في الشام، في الحجاز. أعلم ذلك. ولا يخفى على مولاي القيصر العظيم أن من يملك مكة فإنه يمسك بأزمة قلوب العرب جميعا، وتدين له القبائل كلها بالولاء. ما نعلم أن لمكة ملكا. وهذا عين ما حدا بي إلى القدوم إلى مولاي القيصر العظيم لأسأله أن يؤيدني بسلطانه ويجعلني ملكا عليها، فأحمل أهلها على نبذ دينهم والدخول في دين المسيح، وأبعث إلى جلالتكم بخراجها وأرفع على الكعبة الصليب. لقد عجز أبرهة الحبشي عن ذلك أيها العربي. أيها القيصر العظيم، أهل مكة لا عمل لهم غير التجارة في اليمن والشام، فإن حرموا من الاتجار بالشام كان ذلك طامة تقسم ظهورهم. أفصح، لو توعدهم القيصر بحرمانهم من التجار بأرض الشام أو الدخول إليها إنهم لم يرضخوا لمشيئته صارعوا إلى التسليم والطاعة. ماذا ترى؟ هذا رجل من دهات العرب، وأراه سيبلغ بدهائه ما لم يبلغه أبرهة برماحه، ولو أنه أفلح في تدبيره وأدخل مكة في طاعة القيصر المبجل لكانت ضربة تقسم ظهور الفرس أعدائنا. قد وليناك ملكا على مكة.